صباحك واهلا وسهلا فيك عدنان. اهلا فيك يا ستي. يعني صباح الخير يا مبدع. هيك عن جد مبدع. وقديش في اهالي وطلاب مبسوطين من هذا المشروع، لانه فعليا معاناه عم بيعانوها طلابنا. حتى احنا من ازعاج بعض الباصات، ما بدي يزعلوا مني بعض المدارس، بس فعليا في تصرفات بيقوموا فيها سائقي باصات طلاب المدارس مزعجه جدا. كانت للاهالي او للجيران او حتى للطلاب نفسهم. مزبوط. عرفنا عن هالمشروع، عن فكرته، قديش رح يسهل حياة الطلاب. هو ستي بشكل رئيسي، يعني المشروع هذا عبارة عن منتج رقمي، الهدف منه تسريع عملية الإدارة، إدارة المدارس، تسريع عملية إدارة الجولات، وكذلك تسريع الجولات نفسها. يعني كنا بنحكي ستي أنت مثلا أم وعندك أولاد، بالضبط، كثير بهمك أنه الطالب لما بده يركب بالباص الصبح يقدر وقت اقل من ساعه ونص 100%، لانه يعني هذا الوقت اللي احنا بنوفره بشكل يومي تقريبا 20 ل 25 دقيقه، اذا بنحسبهم فعليا بنجمعهم بنكتشف انه احنا قادرين نستثمر بوقت كثير طبعاً. من وقت هذول الاطفال وطلاب المدارس عليهم. 100%. يعني الولد الصبح لا يقعد ويفطر الصبح بالضبط. يقدر يسوي اي نشاط اخر غير انه يكون قاعد في الباص ولمده تتجاوز 70 أو 80 دقيقة بشكل يومي. والله كتير. صباحا. وكذلك يعني هو النظام بيفيد المنتفع منه الرئيسي برضو إدارة المدارس، لأنه especially المدارس اللي بتكون هي عندها الباصات تبعتها وبتصرف على الطاقة وعلى الديزل تبعها. يعني إحنا بالعادة المؤسسات الكبيرة مش كثير بتطلع على موضوع الطاقة، لأنه بالنسبة لهم بشكل شريحة صغيرة من المصاريف، لكن هي بشكل يومي عبارة عن مصاريف زيادة. يعني إنه إحنا نقدر إن نستثني الطلاب الغايبين من الجولات اليومية، نقدر إن نوفر بشكل يومي 20 ل 25 دقيقة من الجولة الصباحية اللي هي الباص بيكون شغال فيها، هاي والديزل شغال وعم بصرف. فبرضو المدرسة منتفع رئيسي يعني بهاي العملية. يعني عدنان كل يوم بطلع تطبيق جديد، كل يوم بطلع مشروع جديد، لكن هذا المشروع باصي مختص فقط بالمدارس الخاصة. نعم. تحديدا شفنا مشاريع كثيرة ممكن بعض المؤسسات الخاصة أو الحكومية وتكون بشكل عام، لكن باصي اختصر على هذه المنطقة. ما حدا يقدر يعني يدخل لهذا التطبيق إلا أصحاب المدارس أو المدارس الخاصة تحديدا. يعني هلأ بالفترة الحالية نعم هو يقتصر على المدارس الخاصة، لأنه زي ما بنعرف أنه لسه التنظيم يعني للجولات ولنظام الباصات الأساطيل موجود حاليا بالمدارس الخاصة. بالمدارس الحكومية الموضوع شوي يعني شائك. نعم. يعني مش بنفس التنظيم اللي موجود بالمدارس الخاصة، لكن احنا لقدام إن شاء الله يعني بدنا نستهدف قطاع المواصلات للمدارس الحكومية، مش المدارس نفسها بس المواصلات، نقدر إن ننظمها يكون الجميع معه التراخيص اللازمة. إحنا برضو بجوز أنا ما ذكرت هذا الموضوع، إحنا بنحسن الأمان بالنظام هذا. كيف؟ إحنا بنتبع الموقع تبع الباص، سرعة الباص، إذا صار أي مشكلة بالسرعة، إذا تجاوز السرعة، إذا صار في تسارع بشكل يعني سدن فجائي، كل هذا الحكي بنعكس عند إدارة المدرسة، وهذا الحكي بحسن الأمان. نعم. لهذا السرعة. النظام 100%. السرعة، الموقع إذا انحرف عن الطريق اللي المفروض يروح فيه، يعني احنا بنسمع كثير قصص ترى بتصير بموضوع المواصلات، ويا ما صار يعني حوادث طبعا. ومشاكل كبيرة بسبب بس انه في سايق إدارة ما في، ما كان فيها إدارة الآن ما في إدارة حثيثة، ما فيش حدا قادر يراقب، ما فيش رقابة فعلية على هذول الباصات. نعم. وإذا في تقتصر يعني على شريحة صغيرة من المدارس اللي قادرة انها توفر هذا. نعم. حلو. يعني الأهالي بيقدروا ينزلوا هذا الابليكيشن يشوفوا حركة باصات أولادهم. يس. من أي شارع لأي وقت، شو قديش قد بده وقت بالضبط ليوصل لهم. هلا السرعة الأهل ما بيقدروا يتبعوها، هذا نظام لإدارة الأهل. احنا بنفيدهم بشغله انه بيقدروا يتبعوا يشوفوا الباص وين صار، قديش بده بالضبط وقت ليوصلهم. يعني انا بتذكر انا كنت طالب وكنت بالباصات بدي اضل واقف على باب البيت 10 دقائق مرات، يعني من 5 ل 10 دقائق، وانا ايام البرد او ايام الحر 100%، وممكن يتاخر، ممكن يضل في ازمه، يعني
ليش انا اضل عايش بهاي الانسرتينتي وانا بقدر على التليفون؟ هسه في كثير تطبيقات يعني انت بتقدر تتبع السياره، انا بس يوصل بالضبط بنزل له. والاهالي بيقدروا يعطوا اشاره للباص انه اولادنا اليوم مش رايحين على المدرسه، مش رايحين، فبيستثنى هذا الطالب وبنعطى السائق احسن طريق. هو طبعا. النظام بربط الجميع يعني حلو. جميع الناس اللي قاعده بتكون انكلودد بهذا نظام المواصلات هي برضو معنية أنها تدخل المعلومات عشان تتحرك بين هذول الثلاث نعم. جهات. طب يعني عندنا نحكي عن دائما العدوى الإيجابية في بعض المشاريع الناجحة، يمكن كيف ممكن نطبق هاي المشاريع أيضا على الجامعات؟ هلا الجامعات شوي النظام عندهم مختلف لأنه كل جامعة لها نظامها، كل جامعة في ناس مثلا بعطوا عطاء وبتيجي شركة بتأخذه، في جامعات لها نظامها الخاص لذلك، وسبشل إنه إحنا الجامعات كمان عندنا جزء كبير منها حكومي، إحنا مستهدفين القطاع الخاص بشكل رئيسي بالمرحلة الأولى هاي يعني، وإن شاء الله لقدام إحنا شريكنا يعني الجامعة الألمانية، أنا أصلا خريج من الجامعة الألمانية نعم. حديث التخرج، مهندس برضو ميكانيك يعني في هذا المجال المواصلات نعم، فالجامعات يعني ممكن هو خيار يعني وارد بالنسبة لنا، بس حاليا بالريسورسز الموجودة مستهدفين المدارس. احكي لنا شو في ميزات كمان ممكن يعطينا إياها هذا الأبليكيشن. هلا هذا الأبليكيشن كأولياء أمور خلينا نحكي، اولا هو بسرع للطلاب الجوله اليوميه، ثانيا بيقدروا يعرفوا بالضبط متى راح يوصل الباص بحيث انه ما يستنوا الباص لفتره طويله في طقس معين، وثالثا انه بصير بالنسبه للمدرسه نفسها كاداري مش كاولياء امور عندهم القدره انه يديروا حركه هاي الباصات بشكل منظم وسريع جدا، يعني بدل ما احنا كل هاي المعلومات، وإحنا هلا بنعيش بعالم كله معلومات نعم صحيح، كل هاي الداتا عندهم بشكل ورقي بتتأرشف بشكل ورقي ما حدا بيقدر يرجع لها، وشفنا هذا الحكي خلال مرحلة الماركت ريسيرش إنه كل المعلومات بشكل ورقي ما بتقدر تعملها بروسيسنج إنك تستخدمها هاي الانفورميشن، فإحنا معطينهم هاي التول الصغيرة بيقدروا هاي كل المعلومات بتصير عندهم بشكل موجود، في داتا بيس موجود عليها كل إشي، بيقدروا يعملوا أناليسز ويحللوا هاي البيانات ويستفيدوا منها لقدام يعني. نعم طبعا عدنان حكيت عن الشركات إنه الجامعة الألمانية أيضا الشريك في هذا الموضوع، وأيضا مؤسسة نعم. نهر الأردن، مؤسسة نهر الأردن كيف تم التعاون مع مؤسسة نهر الأردن وطبيعة التشاركية بينكم؟ هلا مؤسسة نهر الأردن هي جهة داعمة لنا، بالمرحلة الأولى وفرت لنا برنامج احتضان ودعم، يعني كانت مش دعم تقني ولكن كثير وفرت تدريبات بخصوص كيف ندير مشروع زي هذا، كيف ندخل على الماركت نعم. وكان بصراحة يعني حلو. بروجرام رائع حلو. مش كثير ثقيل هيك خفيف لطيف خفيف لطيف. طيب طيب تم تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع؟ نعم هلأ إحنا قاعدين بنجربه مع مجموعة من المدارس، كيف الفيدباك؟ والحمد لله الفيدباك ممتاز فشل من الأهل حلو، فهذا الحكي يعني قاعد بنعكس بطريقة إيجابية علينا وعلى إدارة المدرسة وعلى الأهل، لأنه يعني إدارة المدرسة إيفنتشلي بهمهم رضا طبعاً. المستخدم الاند يوزر. في شغلات هيك اجت في بالكم بدكم تطوروها بعد التطبيق؟ دفنتلي هلا الفكره هلا من ناحيه التطوير هي كلها تطويرات تقنيه لانه كل مدرسه لها احتياجاتها الخاصه، فاحنا بدل ما نقدم لهم زي ما في شركات بتقدم انه احنا بنعطيهم منتج وبنقول لهم انتم تكيفوا معاه، لا احنا قاعدين نستفيد من خبرات كل المدارس باداره الجولات، بناخذ احسن الطرق وبنعطيها للمدارس بحيث نكيف النظام لإلهم هم نعم. فهم قاعدين بيستخدموا أحسن نظام للإدارة أسرع وأكثر كفاءة نعم. وجودة. طيب محمد يعني بالتطبيق أخذتم عدنان عفوا بعين الاعتبار في ممكن أشخاص ذوي الإعاقة ممكن يستخدموا هذا التطبيق في بعض المدارس، رأيتم هذا الشيء نعم في هذا التطبيق؟ رأينا هذا الشيء. كيفية الاستخدام، سهولة الاستخدام لهؤلاء الأشخاص؟ هلا هو من ناحية سهولة استخدام لكل ستيك هولدر، لكل شخص بده يستخدم هذا التطبيق في له فيتشرز معينة، مثلا إذا أنت بعرفش إذا عم تحكي عن أشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين أم كطلاب، لأنه إحنا كطلاب مثلا حاطين لأولياء الأمور
كمستخدمين يعني كطالب يعني بصفوف عليا ممكن يستخدم هذا التطبيق طبيعي. احنا التطبيق هو لأولياء الأمور وليس للطلاب، يعني هي بشكل رئيسي اللي بيستفيد منه هو ولي الأمر. هلا ممكن الطلاب على عمر شوي أكبر لما يصيروا مراهقين قادرين يستخدموا هذا أو يستخدموا التليفون بشكل عام، يعني بصيروا قادرين إنه يعني يعملوا كل الفانكشنز اللي مطلوبة منهم. حلو حلو، يعني صراحة مشروع جدا رائع، وبنشكرك وبنشكر تواجدك معنا وبنتمنى لك التوفيق. أشكرك يا سيدي، ولازم صراحة المدارس كلها تاخذ هذا المشروع. إذا يعني في حدا من الأهل متضايق حاليا من النظام يبعث لنا هنا الصبح على لينكدإن، ابعثوا لنا احنا بنروح لهم طوالي. يعطيكم العافية. الله يعافي عمرك. شكرا لك. شكرا.